أخي، ما إلك غير تروح تستفتي شيخ بالقصة. هيك قلتك؟ ما عندك حل تاني؟ اسأله شو خسران؟ إذا إلك فيها نصيب بيكون إلك، ما إلك الله بيعينك. هلا لا تعصلجني إياها، البنت بدي إياها يعني بدي إياها. إيش وأنا أبوها ومانعك عنا؟ بتعرف قبل ما أجي كانت أمي عم تفتح لي قصة الجواز، قال شايفت لي وحدة بدها تجوزني إياها. حلو. مين هي؟ يسرى أخته لمحمود. يسرى ما راح توافق مشان أخوها؟ والله أنا زعلان عليه كثير لهالزلمة. مزبوط. بتعرف؟ عم فكر أقول لأمي عن غصون وخلص من قصة كلياتها. إيه؟ جرب.